خلق فردان نا ہم دوست مانا قریب مانا ہم زدین مدوی حکومت وان مقبرہ وکاش مارا ایک الحال زیاب پر سے یار وان مقبرہ وکا کھاکینہ خوید وان جارے سے بزان بان تشتکی سر راستی خدا تنہا نہ حکومت کے تشتکش مر رہ کراؤ نہ تشتکش وان مقبرہ رہ کراؤ نہ شیز یار رہ کراؤ مدوی مطالب مات و مقبرے بری تشتا ہمی درین عالم مقبرے دے زیا ہمی اے دے زیا ہمی مانا فرق ہے کشما ہمانی نا مدوی یار مقبرے ہمارا فکر بانو لے لے ریبان العال کے زیا پر صابان اب اے جدید بلنگاز نے ایک العال کی وا نہ پرچے وہ ایک مطالب کا وا نہ طبقی نے مدوی جارے عال کی زیا تشت کی پر صیبان ام ملت کی بلنگازی نے ایک تھا تشت کی شمار نہ کرتا ہوں تشت کی منع طبقی نہیں تھا مدوی جارے اب مقبرے دے جائے قبلہ دے شمال اے غرب اے شرق میں جارے فکر بانو دل خیوان پہ ویا جارے کھچا واد بے ایک ہی ہوئی تھے بے خود برہمی نے اے چھوئی اے مائی خود بس تھری نے تھے ویا خود ہاتین ویدرے سرگور کومل بیر ہاتن کا رش افسر زیدہ تحاتی روزہ سے ہشت 2004 دے ہم استنکار کن لین بدل کی غم و کوان بدل کی برین ہاتان ہا چند دنیا ہمیں یا بے دنگا سروے کرتا افسر زیادہ ہاتی خود داخوازی ما اش حکومت عراق اش امم المتحده اش منظمات الانساني جاربين فان غوريت كومار رابكن دا هديكي بزاندي كسكار الفناز بكا و اسلامي فوبوان بطريقه جديده بري ورس بري بين ابي شارتين مزار جهد ما افاي ما نزيد هفتي حتى هشتي نروح نبدا نخبار فان نخبار بل وسید نا خود میرو شنگارا مزنا باگ رے دشمنا در شوتا ازاد بلال شاہ نورانی جند دینا خدائلہ او سے مہاش روشہ کا رشا اشی زدیہ ہم مشکی رہنے بس زدیہ شنگار زدیہ والید زدیہ دروی والید زدیہ خارج امید المانیہ دولت اورپی ہم مشکی
خودم دیوان مقبره بگن ابو چهار ساله اش برکت و کاری دوان و خویه دوان تشکیش اسلامی خوب بزانه باید و مطالبه ما اش حکومت هم مرکزی خود حکومت هم مرکزی حتن ها تشتکش مران نکره یعنی اب سد چیم بیجن مدرسه مدرسه اف چهار گندنه گنده گرمز حردان گرشبه خرانی چهار گندنه یعنی قد تیده نبن دو صد بی طاقت تیده هم یعنی مدرسه اب تیده یش مرفن نکرین حچه ده چیزی ماده وی ها به کاری زارد خوب با مدرسه مثلا زوراوای و گهبالوان ای ماده وی نبی خود مدرسه ضروری پی مدرسه ما چون دل دنیا ہے کتن بجملو جو قتل کو ماں اصلینا ما وکا قیچا کا ازدیا مدویم یعنی اولا شی هدفا ما هم چکا هن خوش کو داکی ما هم جدا سی داقش درخن و ثانیا شی هن بان گورا راکن اف چار سال نبس نت قادی و یکی چشتا کشمار نکر مدوی یعنی ام اساخون بگیهن ندولتیت اشنابی و دعما ما بکن و ام تشتا تشتا کشمارا بکن اف چار سال نیا کشن هم چکا تشتا کشمارا نکر ما حقوقی خود بی حقوقی منینا مدوی یعنی بان گورا راکن و ويعني الدفاع ما بقى حتى انا هكنا كشن همشكا دفاع كما نكرا كشن همشكا تشتا كشمارا نكرا وجينو سايت شمارا تشيكن و خوش كو داكي مش دسي داعش دريخن بس يعني اتشار سالنا حتى انا هكنا برينا ما نور بي اكي تشتا كشمارا نكرا ارزت خانام نيم قلت برين دارام دل شاك نرباي وقفتنا هذا اليوم كشباب من أهالي الضحايا من مدينة الضحايا من شنغال ومن مناطق أخرى جئنا إلى شنغال لنقف اليوم في مفرق حردان ونقول للعالم بأننا جئنا لنوقد شموع على ضحايانا شموع على هذه المقابر التي هي بالقرب منا إبادتنا هي إبادة حية الإبادة الجماعية الإيزيدية إبادة كبيرة جداً راح ضحيتها الآلاف لكن لحد الآن مقابرنا مهملة مقابرنا ليس هناك من يهتم بها لا المجتمع الدولي ولا الحكومة العراقية ولا حكومة كردستان ولا أي مجتمعات أخرى لحد الآن استطاعت أن تقدم لهذه الضحايا أو لعوائل هذه الضحايا شيء اليوم نستذكر ضحايانا بإيقاد الشموع عليهم إيقاد هذه الشموع التي هي رسالة لكل العالم بأننا نحن شعب صامت رغم ما تعرضنا له لكننا صامدون وسنصمت وسوف نعبر كل عام عن هذه الإبادة بطريقتنا الأيزيدية أولا وبطريقتنا التي هي نابعة من صلب ضحايانا اليوم نكتب 3/8 استذكارا لليلة الفجعاء التي هاجمونا وقتلوا أولادنا ونسائنا وشيابنا ورجالنا وأطفالنا في هذه الليلة هذه ليلة الموت ليلة التي كانت على الإيزيدين
والشعار الآخر هو شعار شنقال، لأن شنقال هي اللي توحدنا رغم تنوعنا واختلافاتنا. شنقال هي رمزنا، شنقال هي رسالتنا. هذه الإبادة حصلت للأيزيديين، حصلت للجميع، وبالتالي هذه هي أرض المقابر، أرض المقابر. بسر حالي قد يجارو ملونو سستان.